السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في كورس دلوقتي الماشين ديزاين 2 لطلبة التالتة انتاج وميكا وباور. شابتر 2 في الماشين ديزاين هو شابتر الكلوتشز. ايه هي الكلوتشز دي؟ في الاول قبل ما نتكلم عن الكلوتشز هنتكلم على حاجة اسمها الكابلينج. الكابلينج المفروض ان انتوا اخدتوه السنة اللي فاتت. الكابلينج ده وظيفته ان هو بينقل الحركة بين حاجة متحركة، زي مثلا لو عندنا موتور او انجن، فالموتور او الانجن ده بيبقى عبارة عن بوكس كده وطالع منه عمود، والعمود ده بيكون بيلف. طيب وبعد كده عندنا الماشين اللي احنا صممناها ايا كان نوع الماشين ده، فالمهم انه بيدخله التورك ده عن طريق برضو عمود. طيب هنربط ازاي بين العمودين دول؟ هنستخدم ميكانيزم اسمه الكابلينج. فببساطة الكابلينج ده عبارة ان احنا نحط كي واي، او نعمل كي على الشافت اللي موجود هنا بتاع الموتور، ونعمل كي على الشافت اللي موجود بتاعة الماشين، ونعمل فلانج هنا بسيطة. طبعا في انواع كتير جدا من الكابلينج، ده ابسط نوع منهم، خلينا نرسمها بشكل اوسع. ده الشافت اللي طالع من الموتور او الانجن، وادي الشافت اللي طالع من الماشين او اللي داخل على الماشين. بنجيب فلانج او فلانجة، وبنحط كي هنا. طبعا ده رسم توضيحي يعني مش رسم هندسي. وهنعمل نفس الكلام من الناحية التانية، برضو هنجيب فلانجة وهنعمل كي برضو على الشافت التاني، وهنربط بين الاتنين فلانج دول، فلانجتين دول، بمسامير هنا وهنا. اكيد شفتوا الشكل ده قبل كده في رسومات من واحنا في سنة اولى في الانشاء. طيب هيحصل ايه دلوقتي؟ لما ادي الموتور اهو، الموتور هيبتدي يعمل تورك، فهيلف العمود اللي موجود هنا ده، العمود اللي طالع من الانجن، ونتيجة وجود الكي اللي هنا هيخلي الفلانج اللي هنا دي تلف، وبعد كده نتيجة وجود المسامير بين الاتنين فلانج، فالفلانجة دي هتلف مع الفلانجة دي وتنقل الحركة للكي ده، فهتخلي العمود التاني اللي هو بتاع الماشين يلف. ده اسمه كابلينج، ده اسمه ريجيد كابلينج، نوع من ابسط انواع الكابلينج. في انواع تانية جد كتير جدا من الكابلينج، في فليكسبل كابلينج، يونيفرسال كابلينج، وحاجات كتير المفروض كنتوا اخدتوها في سنة تانية. طيب بس لو لاحظنا هنا هنلاقي ان الحركة اللي هتطلع من الموتور بمجرد ما يشتغل الانجن او الموتور، فالحركة هتتنقل للشافت على طول، يعني معنى كده ان التوصيل هنا مستمر. افرض ان احنا عايزين نقطع الحركة دي او نتحكم في الحركة دي في حاجة زي مثلا الانجن، في الانجن في العربيات مثلا، فالانجن شغال على طول في العربية، طول ما العربية شغالة الانجن شغال، لكن مش معنى كده ان العربية بتمشي على طول، لان في مثلا وقت بنكون واقفين في اشارات، وقت بنكون بنغير سرعات، زي مثلا بيكون في ادي الانجن اهو طالع منه عمود الدوران، طبعا ده رسم توضيحي برضو، وبيكون في صندوق سرعات اللي بنغير فيه السرعات، اللي هو بنستخدم فيه الدبرياش، عصاية الدبرياش اللي ما بتكون موجودة جوه العربية، ده صندوق سرعات بتغير السرعة، وبيكون بعد كده متوصل بنظام الدوران بتاع العربية اللي هو العجل وكده. فاحنا عايزين نحط نوع من انواع الكابلينج في الحتة دي، بس علشان نعرف نغير السرعات في صندوق السرعات لازم نوقف الحركة بين الانجن وبين صندوق السرعة، فهنستخدم حاجة هنا اسمها كلتش. الكلتش ده
نوع من انواع الكوبلينج، بس احنا اللي بنتحكم في انه يوصل او يفصل الحركة. وده اللي احنا بنشوف في العربية، في العربيات المانيوال، ان بيكون في دواسة، دواسة الدبرياش دي بنفصل، بندوس عليها علشان نفصل الحركة بين الموتور وبين صندوق السرعات، وفي الوقت ده ممكن نغير السرعات او نقف اشارة او كده. الكلوتشز دي بتتقسم لنوعين مينلي، يعني النوع الاولاني اسمه بوزيتيف كلوتش والنوع التاني اسمه فريكشن كلوتش. البوزيتيف كلوتش بيكون ببساطة خالص زي وصلة زي اللي انتوا شايفينها هنا دي، ترس هنا زي شبه الترس هنا وشبه الترس هنا، اللي هو السبايرال جو كلوتش. بنتحكم هنا، بيبقى فيه ميكانيزم بيخلي واحدة من دول بتتحرك رايح جاي على سبلاين مثلا، فلما بيتعشقوا في بعض بينقل الحركة، ولما بنفصلهم عن بعض بيفصل الحركة. وده اسمه السكرو السكوير جو، ده هنا شكل السنة، ده برضو شبه السنة بس هنا دي سبايرل، هنا دي شكلها سكوير، شكل الأسنان سكوير. فبرضو بنتحكم في دي، حتى مكتوب عليها موفينج اهي، بنتحكم في دي رايح جاي، فلو اتحركت في الاتجاه ده هيحصل تعشيق بين دي ودي فينقل الحركة، ولو اتحركت عكس الاتجاه الناحية التانية فبنفصل بين الاتنين وبتقف الحركة. في الوقت ده بتكون العمود بتاع الدرايفر ده بيلف على طول. يعني نشوف مثلا في حالة التعشيق، لو دي اتحركت في الاتجاه ده، لو دي اتحركت كده، ده اتجاه التعشيق، معنى كده ان الاسنان اللي موجودة هنا دي دي هتتعشق في ده، هتكون موجودة هنا كأنهم اتنين ترسين اتعشقوا في بعض. فاللي بيحصل ايه؟ ده الدرايفر شافت، الدرايفر شافت ده اللي هو طالع مثلا من الانجن او من الموتور بيلف على طول، فهينقل الحركة للجزء ده، الجزء الجو الفيكس جو، هيلفوا مع بعض، طبعا هما بيلفوا على طول مع بعض. نتيجة التعشيق هيخلي الموفينج جو اللي هو الفك المتحرك هيلف معاها، ونتيجة وجود الكيه اللي هنا هيخلي الشافت بتاع الدريفن شافت يلف. ده في حالة التعشيق. طيب لو فصلنا الحركة، يعني ايه فصلنا الحركة؟ يعني الجو اللي هنا ده اتحرك في الاتجاه ده اللي هو الوضع اللي انتوا شايفينه في الرسمة، فمش بيبقى فيه تعشيق هنا، فاللي بيحصل ان الدرايفر شافت ده زي ما قلنا بيلف على طول، ونتيجة وجود الكي اللي هنا هيخلي الجو الفيكس الجو ده بيلف على طول، لكن هيحصل فصل هنا فهيخلي الموفينج جو ما يتحركش، ونتيجة ده الدريفن شافت مش هيلف. ده نوع اسمه البوزيتيف كلتش، لان هنا نقل الحركة بيكون على طول بشكل ثابت بين اشكال او اجسام صلبة، زي هنا كده نقل الحركة بيكون عن طريق السبايرل، الاسنان السبايرل، وهنا بيكون عن طريق الاسنان اللي هي السكوير. طيب ايه الفريكشن كلتش؟ الفريكشن كلتش ده بيعتمد على الفريكشن في نقل الحركة، وفي منه انواع كتير، ويمكن ده اللي بنستخدمه اكتر، اللي هو الديسك كلتش والكون كلتش والسنترفيوجال كلتش. هنشوف اشكال الكلتشات دي. ده شكل الكون كلتش، فبيكون ببساطة خالص بدل الفلانجتين اللي احنا شفناهم في اول رسمة في البداية، رسمنا فلانجة وفلانجة ورحنا ثبتناهم تثبيت دائم بمسامير، هنا حطينا الكون على الشافت الدريفن وحطينا كون على الشافت الدرايفر، كب وكون. فلما بيحصل ان الاتنين بيدخلوا في بعض بيتعشقوا في بعض، فبيحصل تلامس في السطح ده، وغالبا ما بنحط برضو فريكشن ديسك هنا، بنحط سطح هنا في الحتة دي، بنحط هنا في الحتة دي كده سطح كده، بيكون بيزود الفريكشن، بيكون مثلا من مادة زي الاسبستوس او المطاط، بحيث ان هما لما يحصل تعشيق بينهم يكون الفريكشن عالي خالص، فيخلي الاتنين الكون ده الكاب ده مع الكون ده بيلفوا مع بعض. طبعا زي ما قلنا في حالة فصل الحركة بيبقى فيه جاب
بين الاتنين كون زي ما موضح هنا في الرسم ده. فالشافت الدرايفر بيلف مع الكون ده دايما لان هم متعشقين بكي هنا، لكن الجزء اللي هو موجود في الناحية التانية مش بيلف. طيب الرسمة التانية اللي هي بي هنا ده الديسك كلتش. في الديسك كلتش برضو بيعتمد على الفريكشن. فلو بصينا هنا في فلانج، ادي في فلانج هنا عاملة زي فلانجة داخلية، والفلانجة الداخلية دي بتكون من جوه سبلاين. اوريها لكم في رسمة تانية اوضح. دي الفلانجة الداخلية اهي، بيكون شكلها من جوه سبلاين، واصلة سبلاين عاملة زي ما يكون ترس داخلي. والديسكات اللي موجودة اللي هو الديسك ده والديسك ده بيبقى شكله عامل زي الترس سبلاين كده، وبيكونوا الديسك ده داخل جوه الفلانجة دي وبيتحرك بحرية جوه الفلانجة. الناحية التانية الشفط التاني اللي هي الفلانجة دي بتكون فيها سبلاين خارجي واضح هنا، ده السبلاين الخارجي، وبيكون الديسكات اللي متعشقة عليه اللي هو زي الديسك ده كده بيكون عامل فيه درس ده ترس داخلي سبلاين داخلي بحيث ان هو يتحرك بحرية عليه. طيب نشوف ايه اللي بيحصل في حالة الحركة. هنا الوضع اللي انتوا شايفينه ده بقى وضع الفصل الحركة، يعني كده دول مفصلين عن بعض. ليه بقى؟ لان الشافت ده او الفلانجة دي اللي هي فيها سبلاين داخلي متعشقة مع الشافت ده بكي هنا، في كي بينه. فالشافت اللي هي ده اللي هو الدرايفر شافت لما يلف الفلانجة دي بتلف دايما معاه، الفلانجة اللي هي فيها سبلاين داخلي اللي هي دي، دي بتلف دايما معاه. طيب وفي هنا ديسكات، طبعا هو هنا رسم ديسك واحد على الفلانجة الداخلية وديسك واحد على الفلانجة الخارجية اللي هي فيها سبلاين خارجي، لكن بيبقى فيه انواع بيبقى فيها مالتي ديسك، يعني بدل الديسكين دول كتير ديسكات. اللي بيحصل ان احنا بنعمل ميكانيزم هنا، الميكانيزم دي ليها انواع كتير، ميكانيكال او هيدروليك او كده، هنوريها في الرسمه اللي فاتت تاني. لو حطينا بريشر هنا فالديسك ده هيتحرك على السبلاين اللي هو موجود هنا فهيلزق في ده، ونفس الكلام كل الديسكات دي هتلزق في بعض، فهيبقى فيه فريكشن هنا وهنا، كل ده هينضغط على بعضين. السطح ده كده هيبقى فيه فريكشن، وهنا فيه فريكشن، هنا فيه فريكشن، وهنا فيه فريكشن كده. فنتيجة الفريكشن اللي موجود ده هتخلي الفلانجة دي تلف مع دي، الفلانجة اللي هي فيها سبلاين خارجي هتلف مع اللي فيها سبلاين داخلي، ونتيجة الفريكشن ده هقل طبعا الشافت ده هيتاخد معاه اللي هو الدرايفر الدريفن شافت عشان فيه كي هنا. يا رب تكون المعلومة واضحة. دي انواع الديسك كلتش الموجود هنا. ده احنا قلنا فيه هنا ديسك على السطح ده على الفلانج اللي هي فيها سبلاين داخلي، والديسك ده موجود على الفلانج اللي فيها سبلاين خارجي. طيب عدد الاسطح بتاعت الفريكشن هنا هيبقى كام سطح؟ السطح ده فيه فريكشن بين الفلانجة وبين الديسك، والسطح ده في فريكشن بين الديسك ده والديسك ده، وبقى كده في اتنين سيرفس للفريكشن، اتنين سيرفس للفريكشن. تمام نشوف انواع منه. دي صور بسيطة لاربع انواع من الديسك كلتش. نوع اللي هو رقم ايه ده الميكانيكال، اللي بيحصل فيه ان النقل البريشر اللي هيضغط الديسكات على بعض هنا لينكات ميكانيكال، فالفورس كده هتيجي من ميكانيكال فورس. لو بصينا على رقم بي ده هيدروليك، يعني هيدروليك يعني بيدخل عليه ضغط غاز من الفتحة دي، ضغط الغاز بيعدي من هنا كده فهيضغط الديسكات على بعض في حالة الكونتاكت. طيب في السي دي نيوماتيك، هنا كان ضغط غاز هنا ضغط هواء، النيوماتيك اللي هو ضغط الهواء، وبرضو هنا عامل فتحات اهي، فتحات للهواء كومبريسد طبعا هيبقى هواء مضغوط هيدخل هنا على المكبس ده، ده بيستون هنا، فالبيستون ده هيضغط الديسكات من السطح اللي هنا كده. تاني فتحة الهواء اهي، هتدخل الهواء من هنا ويعدي ويدخل في الجزء ده،
ده التشيمبر بتاع البستون، الغرفة بتاعت البستون. فالهواء اللي داخل هنا هواء مضغوط، هيخلي البستون ده يتحرك كده، ولما نسحب الهواء هيرجع لمكانه. طبعا ده مش رسم كامل يعني، فهو ناقص حاجات كتير. ونتيجة ان ده نيوماتيك، هتلاقي ان هنا في جاسكت اهي، حاطط اورنج مثلا هنا، وحاطط هنا برضو سيلينج في الحتة دي عشان ما يحصلش تسريب للهواء. لكن هنا في ضغط الغاز كان عامل دي الفتحة بتاعت الزيت، وعامل بيستونز صغيرة هنا، ادي بيستون صغير هنا وبيستون صغير هنا. طبعا دول هيبقوا كذا واحد على المحيط يعني، بحيث انه يكون البريشر متوزع على محيط الديسك اللي هنا ده. النوع رقم 4 هنا اللي هو رقم دي، ده الكترومغناطيك. الكترومغناطيك يعني بيشتغل بالكهرباء، ففي وصلة كهرباء هنا بتتحكم في ده، بتخلي الجزء ده كده يتحرك يمين وشمال، بحيث انه برضو يدينا البريشر اللي احنا عايزينه على الديسكات فينقل الحركة. ده شكل الديسك كلتش، مالتي ديسك كلتش. ده ميكانيكال، في ميكانيزم هنا ميكانيكال. لو بصينا هنلاقي ان ده الديسك سبلاين اهو مع الفلانج اللي هنا، زي ما قلنا في فلانج داخليه وفلانج خارجيه. خلينا نمسك اللي هي الدرايفر مثلا، ده اللي هنعتبر ان ده الدرايفر شافت، ففي كي وماسك الفلانج اللي هنا دي، وبعد كده جايب اسطوانه تاني عامل فيها السبلاين وموصلهم هنا مسامير، ده رسم هندسي يعني. وفي سبلاين داخلي، السبلاين الداخلي لو بصينا هنا هتلاقي متعشق فيه ديسك، ادي ديسك وادي ديسك تاني. نشوفها تحت، ادي السبلاين الداخلي اهو، في ديسك هنا وديسك تاني هنا. طيب نشوف الناحيه التانية في الدرايفر شافت، الدريفن شافت، ادي الدريفن شافت، في كي هنا وادي الفلانج اهي، فيها سبلاين خارجي من هنا، والسبلاين الخارجي ده متعشق فيه ادي ديسك وادي ديسك تاني. طيب لو بصينا هنا في الديسكات دي، هنلاقي في ديسكات تاني في النص، موجودة في النص هنا. الديسكات اللي في النص دي متهشرة، التهشير بتاعها مربعات مش خطوط زي التهشير اللي احنا عارفينه. فالتهشير المربعات ده بيكون مادة تانية مختلفة مش ستيل. المادة اللي هنا دي هو بيحطها عشان يزود الفريكشن بين الديسكات. احنا قلنا ان الديسك كلتش ده الوظيفة بتاعته بتتنقل عن طريق الفريكشن، فاحنا عايزين نزود الفريكشن على قد ما بنقدر، فبنحط هنا ديسكات تانية، ديسكات في النص هنا بتكون من مثلا مادة زي الاسبستوس. الاسبستوس ده حاجة تشبه الورق كده، زي ورق الكرتون، او بنحط مثلا مطاط رابر. طيب لو بصينا كده كويس، عايزين نعرف الاسبستوس دول او الديسكات الفريكشن ديسك دي محطوطة فين. هنلاقي لو بصينا هنا في الجزء ده، لو بصينا هنا كده، فهتلاقي الديسك اللي هو متعشق في السبلاين، هو عامله كده، دي السنة بتاعت السبلاين اللي هي ما فيهاش تهشير من فوق. وبعد كده الديسك متهشر كده، وجاي الناحية التانية حاطط المادة اللي هي الفريكشن كده، وفريكشن ماتيريال كده، فريكشن ديسك. طبعا هيبقى ديسك لانه موجود هنا وموجود تحت زيه، وده فريكشن ديسك، ومتهشر مربعات بالطريقة دي. طيب هنثبتهم ازاي بقى في الديسك ده؟ بنستخدم اللي هي مسامير البرشام الريفت، يبقى في فتحات كده موجودة على المحيط، ادي الديسك اللي هو الفريكشن، وادي ديسك فريكشن، وادي الديسك اللي هو سبلاين اللي موجود من فوق، دي سنة السبلاين. بنعمل فتحات هنا الريفت اللي هو مسمار البرشام اللي هي برشامة يعني، وبنثبتها كده بين التلاتة ديسك دول، بحيث ان احنا نثبت الفريكشن ديسك. طبعا مسامير البرشام دول بيبقوا اكتر من واحد على المحيط.
بحيث ان نتأكد ان متثبت كويس. هنلاقي هو عامل الكلام ده في الديسك اللي هو ده اللي هو متعشق مع الفلانجة اللي فيها سبلاين داخلي، الديسك ده والديسك ده، حاطط من كل جنب 2 فريكشن ديسك اللي هو مشاور عليهم كده بسي. تمام. طيب الحركة هنا بتتنقل ازاي؟ بتتنقل ميكانيكال عن طريق الليفر ده، شايفين الليفر ده، ده الدراع اللي بتنقل الحركة. لو بصيتوا على الميكانيزم هنا هتلاقوه هو كده في حالة التعشيق، هو كده مقفول، يعني كده الدرايفر شافت لما يلف هينقل الحركة للدريفن شافت. الليفر ده اللي موجود هنا برضو بيكون مثلا في منه 3 على المحيط، فبيكون شكل الجزء ده كده. انا هرسم دلوقتي اللي هو الجزء ده. تمام. ده بيكون عبارة عن دايرة كده، دي الدايرة الداخلية، وبعد كده في دراع كده زي الفورك موجود منها 3 على المحيط عشان نحط فيهم 3 ليفر، واحد تاني هنا، ممكن نعمله سطح عادل عادي مش لازم يبقى دايرة. ومن تحت عامل جزء تاني كده مفتوح علشان يعرف يقفل ده اللي هي موجودة تحت هنا مفيهاش تهشير. لو بصينا تحت هنا هنلاقي الجزء اللي انا مظللاه ده مش مهشر. بيجي هنا ويحط ليفر هنا وبيوصله، وليفر هنا وبيوصله كده، وليفر هنا وبيوصله، يعني موجود منه 3 على المحيط. ادي الليفر اهو اللي هو شكله مثلث كده، وليه ليفر تاني، دراع تانية، ارم تانية متوصلة على الجزئية دي. الجزئية دي هي اللي بتتحرك بتروح وتيجي، هي دي الموفينج بارت هنا، بتتحرك بتروح وتيجي. حتى هو عامل شكلها الداش دي، هي دي لما بتيجي في وضع اللي هي الديس انجيجمنت اللي هي في وضع فك الحركة، لما دي بتتحرك بتيجي كده هتلاقي الليفر ده بيمشي كده بيتني، بيتني كده اهي معاكم، هيبقى شكله عامل زي كده يعني، فهيفك الارم ده نتيجة ده، هيروح مايل الارم، هيبقى عامل كده الارم اللي هو ضاغط هنا عامل بريشر هنا، هيعمل هيميل كده فهيفك البريشر. ولو بصينا هنا هنلاقي فيه سوستة، السوستة دي محطوطة عاملين لها سيت في الفلانجة، سيت اللي هو الحتة دي، ده سيت، ورابطها بالناحية التانية بسيت سكرو عشان ما تطلعش من مكانها، وعامل لها جايد صغير في السيت سكرو. وبرضو السوستة دي في منها كذا واحدة على المحيط عشان توزع الفورس بتاعتها. نتيجة وجود السوستة دي هو كده في حالة الانجيجمنت اللي هو في وضع الاتصال، السوستة دي بتكون مضغوطة. في الديس انجيجمنت السوستة هترجع لوضعها الحقيقي، فهتعمل فورس في عكس الاتجاه كده، فهتخلي الديسكات دي تتنطر من بعضها، تبعد عن بعض. تمام. ده شكل رسم للشكل اللي احنا شفناها في السلايد اللي قبل كده، بيورينا بالتفصيل كل حاجة متوصلة ازاي. فادي الفلانجة اهي اللي احنا قلنا عليها اللي متوصلة على الدرايفر شافت، ادي الدرايفر شافت، وهنا في كي، وحاطين هنا ديسك علشان خاطر نربط الشافت في مكانه، ومستخدم هنا مسمار بولت، وحاطط بن كمان. ليه حاطط البن ده؟ عشان خاطر الشافت ما يلفش في مكانه، فما بيعملش ضغط جامد على الكي اللي موجود هنا. نفس الميكانيزم اللي هو عاملها هنا، دي عاملها هنا، دي اللي هي النهايات بتاعت الشافت دي، اخدناها برضو في التصميم السنة اللي فاتت. فادي برضو النهاية بتاعت الشافت هنا، حط فيها بولت، وطبعا رسمة البولت بالتفاصيل كلها اللي احنا اخدناها السنة اللي فاتت، وحاطط بن هنا بحيث ان ايه ما يلفش في مكانه فما يسببش ضغط على الكي. طيب ادي السبلاين التاني اللي هو على الشافت التاني، ادي السبلاين اهو، وعليه ديسك ده والديسك ده، وقلنا
الفريكشن ديسك هنا متوصل على الديسكات اللي هي متعشقه في السبلاين الداخلي، ومثبتينها اللي هي الداش لاين اللي موجود هنا وهنا. ده هنحط فيهم ريفت اللي هي مسامير برشاء. دي السوس الناحيه الثانيه في سوسته اهي، عامل لها جايد في الفلانجه، ورابطها الناحيه الثانيه بست سكرو، والست سكرو لي جايد برضو عشان السوسته ما تتحركش من مكانها وما يعملش واكلينج في المكان ده. ودي الدراع اللي احنا قلنا فيها ثلاثة من الليفر دي، وادي الارم الثاني او الليفر الثاني، ومتثبت في الميكانيزم ده اللي هي بتتحرك يمين وشمال.